صباح الخير عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. اول حاجه اختي خويا، الا كتشوفوا هاد لا فيديو ما تبخلوش عليا باللايكات، التعاليق ديالكم، وايضا شكرا لكم بزاف. الله يخلي لكم معزيز عليكم ويحقق لكم كاع اللي كتمناو. ديروا لي اشتراك للناس اللي ما مشاركيش في القناه، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتعاونوني هكذا باش تطلع ليا القناه ديالي. وشكرا لكم بزاف، واللي كيطلع هاد القناه بجنب مشاهده بغيت ربي يعطيه كل ما كيتمنى. وتعيد مسكين، شوف شوف الطيحه، الله على وليدي، شوفوا وري رجله متن. دابا حاشاكم بحال كتسيل ليه، يلا بدات كتربي ليه ابسي، ودابا درت ليه بيتادين، وغنعاود دابا ندير ليه بيتادين، وجاب ليه راجلي الفاصمه. ايوا هادشي اللي كاين. دابا غنوض نجمع الدار، ندير ليه الدواء، نجمع الدار، وهانتوما معانا. وصافي راجلي جاب لي لها، ما جاب لنا واحد الكرواسه، ما بغاش ياكل، كنت انا غير نص رجلي. وجاب لنا واحد الحليوه لاكريم، والله الا شوفوا هانتوما هادشي بالكرطونه ديالو، قاسي كناكلو براد ما عندوش الغطايا. ودون تسوق الولاد ويكا انا ولدي على نوض اختي نزوق، شوفهم كي يكون عندي شي حد كيعجبني نزوق ونقاد، نشوف الكولور كيتبدل، كيعجبني نزوق ونقاد انا بوحدي. حتى انا بوحدي بعض المرات تنتشهى ندير شي كويس، شي طبيصير، شي سوينيه زوينه، ولكن دابا ما نكذبش عليكم البراد جبته بلا غطايا. علاش؟ حيت عاود تعمرت عليه شي تعميره وباش نفطر انايا. ايوا هادشي اللي كاين، شوف زوين بزاف فيه الحماس. وعرفتي الماكينه طلعتها البارح راجلي طلعها ليا، قال لي اجي نطلعها انا وياك للسطح، واخا كنت مريضه مع ديك الساعه العشيه صبنت واحد الفركه، دابا راه بوطها من السطح. ايوا ودابا عاوتاني في العشيه ان شاء الله غادي نصبن. عرفتي الكوزينه خوات، انتم خوات هاد الحيط كله خو، ان شاء الله هاد الحيط راه غادي يتصبغ البنات، راه ما غاديش يبقى شويه بشويه. البنات اللي قالوا لي داك الشوانط حيدي اختي، داك الشوانط، ديك الشنطه غادي تمشي لدارنا اللي لهيها، ديك الشنطه ماشي ديالي، غادي تمشي لدارنا اللي لهيها ان شاء الله. غير نلقى الجهد، رانا فين ما كنبغي نمشي للدار لهيها كنصبح مسخسخه، غادي نديها ان شاء الله ديك الشنطه ديال الوالده ديالي. يلا حبايبي بقاو معايا البنات، شوفوا انا جمعت سوالفي. ايوا دابا غادي نشارك معكم الرفيسه، كتجي زوينه البنات، الطريقه ديالي كتجي بنينه. رديت الماء باش ينعشن، وقلت انا نسبق غدا الدجاج، ها هو سبقته في الملح والحامض. دابا غادي نغسلو، وحطيت لكم كاع المقادير هنايا باش ما بقاش كل مره نوض نقلب على هذا، وصافي هادشي اللي كاين. قلت نسبق الغدا قبل ما يدركني الحال، حيت الوقت كيطير، بغيت نلقى وصلات ثلاثه وعاد نمشي نجمع معكم الدار. المهم البنات هنايا كما كتشوفوا عندنا هنا الحلبه. المهم انا غادي انا كنخدم وانا كنشارك معكم. غادي نجيبو هنا الكوكوت، غادي نديرو العطريه هي الاولى، غادي نديرو البزار وسكين جبير، كنعبر الزيت بنص كاس، هو الكسكسو. وغادي ندير شويه الخرقوم، وغادي نحكو واحد البصيصه ديال الثومه، راجلي هو اللي تسخر جاب معاه كلشي، ما جابش ليا راس الثومه، انا كتحمقني الثومه. ماشي قديتها بهذه اللي عندي، غادي نزيدو راس الحانوت. الثومه هذه ماشي دابا، غنزيدوها من بعد حيت دغيا غطيب. غادي نزيدو الملحه والقزبر مربط، غادي دابا من بعد غادي نزيدو. دابا غادي نشرميو هاد الغطا، وغادي نحتاجو هنا ثلاثة بصلات ولا جوج. في الأول أنا غندير غير هادو باش يتقلى ليا الدجاج،
عاد من بعد غنزيد البصله. دابا نديرو بدا يتقلى مزيان على حقو طراق. عاد نزيدو الحلبه وعاد نزيدو العدس. ماشي دابا تيتقلى لنا الدجاج ونزيدو ديك البصيله ونزيد صافي البنات. انايا عجنت العجينه، درت الفينو وفورص تقريبا درت نص كيلو ديال الفورص والفينو حتى هو، درت جوج زلايف ديال الفينو وجوج زلايف ديال الفورص. الحرش ما كنديرش الرطب وصافي. وهداك الدجاج والبصيله ديالنا راه هو تقلى على نار مهيله البنات، باش كياخذ واحد اللون زويون مع داك راس الحامض كيجي بحال محمر. واخا كيكون الدجاج طريفات كيجي بنين. وهداك المسخول اللي عجنت به زدتو على داك سميتو، زدت البصله باش تبقى لنا البصله شويه صاينه، كنخليها انا مدلفه. كل واحد شنو كيقول لها، مشلضه هي كتكون رقيقه، هذه مدلفه. وزدت العدس والحلبه على القياس ديالكم، انا ما كنسلقهاش، كتعجبني البنات تطلق الفوائد ديالها وكتبن المرقه. وكاين اللي ما كيبغيهاش راه ما يعني عندكم الاختيار. صافي البنات كما كتشوفوا ما كنكثرش الماء كما كنقول لكم، كما كيقول بابا الموز صغيريت، ما يكونش الماء كثير، يكون الماء على قد الكوكوس، ما نعمروهاش كما كتشوفوا راه ما عمرتهاش باش تاخذ القياس ديال الطياب وباش نسقي. والكسكسو كنخلي المرقه قليله. هنا حبايبي كما كتشوفوا جيت باش ندور بالصاله، والله اللي عجبني داك التجاوب اللي جاوبتو معايا في التعليق النهار اللي قلت لكم في اخر فيديو، قلت لكم البنات باش كتبداو. والله اللي عجبتني صراحه الفكره ديال انك تبداي بالدار وعاد الكوزينه، فكره زوينه. واحد الاخت قالت لي رانا كيجوني الصباح بكري كيجيني شي حد على غفله، مازال انا صراحه ما عنديش زعما الصحابات اللي غادي يجيو على غفله، مازال ماما كانت حدايا، بعض المرات كيجي بابا عندي في الصباح، دابا ماما مابقاش ساكنه حدايا ما كيجيوش عندي. اكثر اللي كيجي عندي شي حد كيصيفط ليا ميساج في الواتساب. ولكن صراحه الفياق بكري بالذهب مشري وتا الدار اللي جمعتوها بكري. انا ما نكذبش عليكم، انا يا مؤخرا باش قديت الكوزينه وليت كنجمع الصالات بالليل، ولكن ملي جا رمضان راجلي ولا يجي معطل من الخدمه. يعني واخا جا الفطار ولا كيجيني حتى 11 ونص، عاد كنحطو العشاء ايوا صافي ما كيبقاش ليا الوقت عاد نجمع الدار ونمشي للناس ايوا. ولكن انا ما مكتبش عليكم هذاك هو طريقتي انا في الجمع، كنجمع في الليل الصاله، كنجمع البيت الاخر، كنمعتمد كيبقى بيت معتمد وبيتي كنجمعو في الليل. وبعد المرات هذيك رمضان عقلت وديك الايام كنت كنجفف مورا الفطار، يعني بالليل كنسيق. وهذا الشيء اللي غنبقى ندير ان شاء الله في هذا الصيف، هذا غنبقى نسيق بالليل في العشيه ونصبن في العشيه. وركشتو الماكينه طلعتها الفوق ان شاء الله غنبقى نصبن الفوق، ولكن ما نطلعش في الشمس، ما نديرش بحال العام اللي فات كنت كنصبن في الصباح عتي وجهي كله تحرق في الشمس. دابا طلعتها البنات ودرت لها البلاصه ديالها تما وغنبقى نصبن تما حسن ليا. وكيجيني قريب الروبينيت الماء وكلشي عتي التيو كنت كنرميه في الدروج وتبقى عاد انا تابعه في السياق. كنسيق الدروج ولكن ماشي فين ما نصبن، خاصني نسيق بزاف عليا. ايوا صافي. وصراحه الماكينه بلاصتها هي السطح كتهنا ولا وكيجي ودغيا كتشلي اكثر في الصيف كتبردي. وهنايا راه دايره واحد المسلسل بدا ديال الوحده ونص، انا راه يلا الوحده ونص البنات مشى عليا الحال. ولكن قلت لكم راجلي ما غايجيش بكري بشويه عليا، يجي حتى 3 ولا 3 ونص، وانا معتمد تعطلنا فطرنا معطلين. وراه هو مشى للبيت كيتفرج، هزيتو ديتو للبيت مع الرجيله ديالو كضرو وصافي. درت ليه الدواء وراه خليته متكي، وانا يا انا معاكم كنجمع الدار اليوم. ما نكذبش عليكم هادشي ما كنديروش يوميا، ولكن راه قلت لكم هاد اليوم كنت مشكت عليكم شويه عيانه ما درتش بالدار. دابا قلت راه ندور بها شي شويه ومسحت لها الشراجم ديالها، عتي الغبابر شوفوا الغبابر كنوريها لكم، ومسحت حتى الطوابل حيت غير كنشطب شطب الحرشه ضروري كنمسح الطوابل لان ديك الغبره كلها كطير. ايوا صافي هادشي اللي كاين احبابي. وهاد العود هذا سبحان الله واخا قهوي راه كيبان فيه شويه الغوره كتبان فيه. وهنايا البنات جيت كنطوي الحوايج هبطتهم من السطح ما نعاود لكمش، واحد الشمس واحد الصاد
شوفوا غير من الشرجم شحال ديال الشموشات، وقلت ارا نطلع نجمعهم قبل ما يكشفوا لي الحوايج، حيت البارح صبنتهم في العشيه صافي، وغادي نطويهم ونخليهم في وسط البانيو حتى نسالي ونرصيهم. وانا قلت بعدا نطويهم ونتفرج في داك المسلسل متبعه ديال السر كيديروا في الدوزيام، كتفرجت فيه وصافي. جيت لهنا كنسيق، ضربت واحد السيقه والغدا راه كيطيب، قلت ارا نسيق الدار عشي حالتها، راه تقريبا شي 3 ايام ما جففتهاش، قلت ارا نضرب ليها واحد الحكه نيت. انا حكيتها غير بالتيد وشويه ديال صالي كروه، ما درتش جافيل وصافي. هنايا صافي كررت كتشوفوني كركرت وصافي. وما تبخلوش عليا اخوتي باللايكات، عافاكم اللايكات اللايكات، شجعوني باللايكات بالتعليق ديالكم وحتى بالاقتراحات ديالكم. انا يا البنات راه ما عنديش الما فين نصيفطو، عاد من بعد ان شاء الله راه غادي ندير مجايره قدام الباب، غادي نجمعو غير بالجفاف حيت الا مشيت هبطتو خصني نسيق الدروج، ولا ما مسالياش اليوم دابا هادوك نهارهم بوحدهم، حيت بغيت نمشي نطلق العجينه باش هو هذاك الوقت. والكوزينه هي كرمتها بواحد الحكه ما نعاود لكمش ولات حالتها، ايوا صافي. وجاتني قريبه الحمام، دابا ملي كنبغي سيقه ماشي بحال اللي كانت عندي في البيت كانت مجيبه تسيقه مالح، دابا جاتني ساهله عرفتي، كنسيقه كتولي كتشعل. رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع نهار، عيني على عينك زي شهد نجوم القمر، يدي على خدك زي نشفو مواجو البحار، اجي دهويني اجي يا العمار. رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع نهار. تحت البوطاجي كاع دوك المعلم ما محتاجهمش، قديتهم في الكراطن وضربت حكه لهذاك البوطاجي، اصلا ديجا كنت حاكه وزدت عاوتاني حكيتو ومسحتو مزيان ونشفتو، وبس كنطلق فيه الرغايف ودرت واحد البيضه تيتسلقو وصافي. هادشي اللي كاين دابا حيدت عليا الماكينه، عقبال عاوتاني البوطاجي نهار نشري بوطه ونحيدها عليا تاي نطلع للسطح وصافي. تخوالي ديك الكوزينه هانتوما شوف المريقه كي ملبيه تبارك الله، انا هكذا كتعجبني المرقه ديال الكسكسو ديال الرفيسه كتجي ملبيه ماشي الماو الزغاريت. والتريد ديالنا درت اليوم التريد البنات، انا كي راجلي كيعجبو محمر ما كيعجبوش بيض. ايوا صافي البنات كما كتشوفوا دابا ها هو الرغيفه ديالنا ولا التريد، المهم انا درت على شكل تريد وقلبت المقله، والدجاج انتما كتشوفوا كيجي اللون ديالو بحال محمر وصافي. والحلبه والعدس داكشي اللي درت، وزدت عاد التويمه قبيله وربع مربط، زدت شويه ربع مقطع، صراحه ما لقيتش الربع عندي بزاف زدت غير واحد شويه وصافي تشويمات. المهم صراحه الرفيسه جات روعه روعه، واللي تشهاتها تسمح ليا، واللي قريبه مرحبا الف مرحبا نطيبها لختي. ايوا هادشي اللي كاين احبابي. اليوم الجو صراحه ماشي ديال الرفيسه الصاد الموت، ولكن صراحه الرفيسه ما عندها وقت حيت كانت وحشوها صافي خاصنا ناكلوها. ودرت فيها واحد العشو بعتيره راس الحانوت وزوقتها بهاد البيضات هكذا، هذا ما كان. وغنخلي واحد المريقه شويه غندير فيها لاصوص، درت لراجلي هذيك فيها ما فيهاش لراس الحانوت، انا درت فيها العشوب بغيت ناكل شويه العشوب وصافي. حبيبي هذه هو الغديوه ديالنا، هنا غادي نودعكم، ما تبخلوش على اختكم سناء باللايكات، انا صدعتكم اللايكات اللايكات والتعاليق ديالكم. واللي باقي ما نضمش للقناه ديالي وما فعلش الجرس وما اشتركش نتمنى يشترك ويولي من عائلات سناء ومعتمد، وشكرا على المشاهده.